السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده يا ربي. كنبغي نشكر كاع الناس اللي مشتركين معايا في القناه، كنقول لكم لهلا يخطيكم عليا، وشكرا شكرا للايك ديالكم وكذلك التعليق اللي كتخليو ليا. شكرا لكم بزاف، راه بصراحه ما كتعرفوش يعني شحال قداش كتفرحني التعاليق ديالكم، لهلا يخطيكم. كذلك كنبغي نرحب بالناس اللي عاد نضموا القناة وكذلك اللي عاد غادي نضموا في هذه قناتكم، مرحبا بكم والف الف مرحبا. كيف ما كتشوفوا وكيف ما باين من العنوان ديال الفيديو، فاليوم غادي نمشيو نديروا جوله في ال سي واي كيكي اللي عاد حلات في اكادير، واللي كاينه بالضبط حدا كارفور جديد اللي عاد حل في ادرار وحدا ديكاتلون. فغادي نشوفوا الملابس اللي جايبه، يعني التشكيله اللي جايبه لهذا الشيء، هذا من مونطويات تريكويات، يعني كل ما يخص ملابس البرد. بصراحه جايبه تشكيله رائعه متنوعه، وكذلك التخفيضات اللي عامله، فهي عامله تخفيضات جد مهمه في كل ارتيكل، وعاد كاين تخفيض من نوع اخر اللي هو انه الا خديتو 3 ديال لي ارتيكل فالكاتريام كيبقى غراتوي. صراحه تشكيله متنوعه، المونطويات في التريكويات في لي غوب في الاحذيه، في كل شيء في كل شيء، يعني اي حاجه غادي تحتاجو غادي تلقاوها هنا. كذلك في الالوان، فالالوان يعني متعدده، وكما كنقولوا لي كوب ديال الحوايج عندهم حتى هما مختلفين. فكنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم، وكنتمنى تبقاو يعني معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا جميع الهميزات والعروض اللي عندهم. والى عجبكم الفيديو اكيد ما تنساونيش من التعليق ديالكم اللي كان فرح ليها بزاف، وكذلك لي لايك، وعلاش لا ما تبارطاجيوش هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم كذلك العائله ديالكم. فكيف ما كتشوفوا راه كاينين دي زارتيكل لي في السولد، وكيوصل التخفيض ديالهم حتى ل 50%. بحال مثلا هاد التريكو كيبقى ب 69 درهم، فيه ديجا التخفيض اللي هو الصوفه ورطيطب وسخين. كذلك شوفوا لي هاد ستيل هذا اللي بالصيفات هكا من الكمام من الكتاف باردون، كيبقى ب 89 درهم، وجاي هكا نسكم كلهم، يعني كلهم تريكويات الصوف ديال هذا الفصل هذا رطيطبين. وشوفوا لي هذا اللون هذا، انا بعدا كيعجبني هذا اللون، هذا لو ستيل هذا عجبني صراحه كيحمق. كذلك عندهم سريولات ديال السيرفيت بحال هكا في الالوان، كيجيو رطيطبين صراحه. كاينه هاد التشكيله هادي ديال تريكويات اللي غلاط جايين كل مونطو هكا، غير بيد وحده، فما قدرتش نفتح لكم التريكو كامل. كيبقاو 149 درهم، اللي هو بصراحه ثمن مناسب، فيهم جميع الالوان صراحه، لون كاين ستيك في الاخر، كلهم الوان زوينين فنين كيحمقوا، وسورتو لا كاليتي ديالهم زوينه غلاط ورطيطبين. بحال دابا هاد لي كابيشون نقدروا نديروا لهم مغياج مع السراول السيرفيت اللي عاد شفنا دابا، حتى هما دايرين فيهم تخفيض، فيهم جميع الالوان، كيبقاو ب 109 درهم، فيهم تخفيض ديال 27%. كيف ما كتشوفوا فيهم هاد لو بلو هذا، فيهم لو بيج، هاد الماغون، فيهم لو نوار، ديال شي خرجه هكا بالزربه اولا تلبسوهم في الدار، يعني كل واحد ولايش غير ليقهم، المهم جايين زوينين في اللبسه. كما كتشوفوا ثلاثه ديال لي زارتيكل كاتريان غراتوي. كاين هاد الكسيوات هادو ديال الصوف اللي كيجيو حتى للركبه طوال، تقدروا تلبسوا مع ليبا ولا ليجين ولي بوت، كيجيو زوينين حتى هما في اللبسه. شوفوا لي هاد الجاكيطه هادي شحال كتحمق، سخونه ورطيبه من الداخل، وجايه كلاس بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو شي حاجه بحال هكا، كلاس وانيقه الصراحه، كلها من داخل متطنه ورطبه. كاين ستيل ديال هاد الكساوي كذلك مع لي مونطو طوال. كاين هاد الموديل ديال تريكويات الصوف كذلك، كاين اللي بالكول داير، وكاين اللي بالكول في بحال هكا.
كيبقاو 189 درهم، فيهم الالوان كذلك الوان مختلفه. قولوا لي البنات، انا كيهمني الراي ديالكم بزاف. انا ما كنبغيش ندير غير فيديو بحال هكا ديال الحوايج ونحطو، فكيعجبني نعطي الراي ديالي في لي زارتيكل اللي شفت، واش الكاليتي ديالهم مزيانه ما مزياناش، يعني كيفاش نقدروا نلبسوهم، واش كيعجبكم يعني ندير لكم فيديو بحال هكا ولا غير نحط لكم فيديو بلا ما نعطي الراي ديالي او بلا تعليق. فرايكم كيهمني، خليوا لي الراي ديالكم في كومونتير. هالتريكويات هكا بالصيف نقدروا نلبسو فوق لي غوب، فوق يعني نستعملوهم فوق لي تريكو اللي كيكونوا شويه رقاق، كيجيو زوينين هكا بالصيفات ديالهم. بحال هاد التريكو لي طويل كيبقى ب 99 درهم، فهو حاليا في البروموسيون. العاشقات اللون الاصفر، فاكين هاد التريكو كول مونطو في اللون الاصفر، صراحه اللون ديالو زويون والكاليتي ديالو زويونه ارطيطه. بالنسبه للناس تاع اكادير، راه عندنا دابا ال سي واي كي في اكادير، وكاينه ال سي واي كي الاولى اللي كانت حلات، فهي كتواجد مدينه انزكان. هادو كل مونطو اللي كنحتاجوه هكا كيكونوا ديال القطن. شوفوا لي هاد اللين خطير، كيحمق التريكو كله، كيحمق يعني الشكل ديالو غزال، واخا كيبان لكم رقاق بحال هكا ولكن راه كيكون فعلا سخان بحال هكا البرد ديال الصباح تحت الموطو ولا الجاكيت. الناس اللي كيعجبها هاد ستيل هذا ديال التريكويات الصوف واسعين او لا اوفر سايز، فراهما كاينين، كيجيو الكتاف طايحين والكمام عراض، فراه كاينين تحتهم في الالوان. كذلك عندهم ركن خاص بالملابس الداخليه وملابس ديال الدار بحال هكا بيجامات. هاد ال سي واي كي باي ذا واي راه كبيره، فيها بلاصه خاصه بملابس النساء وبلاصه خاصه ملابس الرجال، وعاد كاين الطابق الاول اللي هو اللي الفوق كله خاص غير بالملابس ديال الاطفال. الا بغيتو راه نقدر نعمل لكم جوله بالنسبه للناس اللي بغات تشوف ملابس الاطفال، او بالنسبه اللي بغات تشوف ملابس الرجال، فما عليكم غير تخليوها ليا في كومونتير. مرحبا على الراس والعين. هذا المونطو هذا كيبقى ب 439 درهم. لا كوب ديالو جايه زوينه، اللون بيج اللي كيمشي مع كل شيء، جايب هكا بجوي بيج بجوج ستيفات قدام، فكيجي غزال. هاد التريكو راه ديجا في لا بروموسيون كيبقى 129 درهم، هاد ستيل اللي دارج دابا حاليا. والناس اللي كيحمقوا على الجاكيطات ديال الكوير راه هما كذلك متواجدين. هاد لي غوب هادو اللي يقدروا يلبسوهم حتى المحجبات، فهما كيجيو طوال، ما تحتاجي الا ديري معاها فولار وكتجي زوينه حتى في اللبسه. كاين هاد الشكل الثاني، هاد لي غوب كتحمق، يقدروا يلبسوها محجبات او غير المحجبات. بحال دابا المحجبات يلبسوها مع ديكولون هكا ليجين مع لي بوت، كتجي
تحت منها هكا واحد تريكو كولمون طيب القطن مع الفولار، كتجي انيقه في اللبسه. كذلك كاينين حتى ملابس ديال السبور بحال لي كولون، لي تيشيرت، لي جاكيت، دي زيسبادري، لي كابيشون، كلشي يعني اي حاجه متعلقه بالسبور بحال حتى لي ساك راه كيديروهم. الكاليتي ديالهم مزيانة، ديجا جربت منهم فالكاليتي ديالهم صراحة مزيانة. هادو لي جاكيت اللي كيجيو طوالين حتى على اليد، اللي كتقدري كتخرجي منهم غير الصبع ديالك، فهما كيجيو حتى النص ديال اليد، كيكونوا طوال يعني الكمام ديالهم كيكونوا طوال، كتبقى ب 99 درهم. فيها هاد الديتاي ديال الشبيكه من الجناب. كذلك عندهم تشكيله ديال لي سانتور، كاين الاسمنه كتختلف 39 درهم، 44 درهم، 49 درهم. كاينين تقريبا جميع الالوان، كاين لي بازيك وكاين هكا اللي بحال هكا في هذا الشكل هذا. كاين عندهم تشكيله متنوعه من لي كاشكول ولي بوني وكذلك لذلك لي كون. كنحاول نصور لكم اي حاجة بالثمن ديالها، فكنحاول نركز على الثمن ديال كل حاجة باش تاخدو فكرة على كل ارتيكل والثمن ديالو. هنا هاد ستيل ديال لو كولغون مع لي شوميز اللي بالكول، فهو دارج بزاف على الموضة هاد الايام، اللي عندها كالي تريكو بالكولغون ولي شوميز بالكول، فتحاول تستغلهم في هاد الفترة هادي، فراه كيجيو زوينين في اللبسة. حاولت انني نصور لكم كل ما كاين في الرواق الخاص بالنساء، فالبارتي اللي خاصه بالرجال والاطفال كذلك نخليوها ان شاء الله المره الجايه. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، وكنتمنى انكم كنت عند حسن الظن ديالكم يا ربي. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي لايك ومن الراي ديالكم، فالراي ديالكم كيهمني بزاف، يعني الى عندكم شي موضوع او اقتراح بغيتوني ندير لكم فيديو عليه مالكم الا تخليوه ليا في التعليق. خليت لكم الراحه ولهنا، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم.